فترة إخبارية جديدة وتغطية مباشرة من قناة النيل الأخبار في القاهرة، أهلا بكم. هذه الفترة عن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان بالأخص والحالة الأمنية في عموم لبنان. يواجه لبنان أزمة إنسانية كارثية مع وصول عدد النازحين داخليا إلى 600,000 شخص في بعض التقديرات وفق ما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة، في حين تواصل إسرائيل هجومها ضد حزب الله. قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينس بلاسخارتا في إحاطة صحفية: يواجه لبنان صراعا وأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية، معربة عن أملها في أن تكون إسرائيل الآن مستعدة لدعم الدعوات العديدة لوقف التصعيد. على أي حال، لمزيد من التفاصيل والمتابعات والقراءة ينضم إلينا مباشرة من بيروت معالي وزير الداخلية اللبناني الأسبق السيد زياد بارود. سيد زياد، مساء الخير، تحياتي لحضرتك. سيد زياد، حتى يصلني صوتك بصورة أوضح، أتساءل عن كيف تقرأ الحالة الأمنية في لبنان الآن، سواء في الجنوب وفي قرى الجنوب وأيضا في عموم لبنان. أتساءل، هل هناك أماكن آمنة للمدنيين؟ هل هناك سيطرة أمنية على الشارع اللبناني؟ عن هذه التفاصيل. يعني أولا بموضوع النازحين، التقديرات تشير إلى أن العدد تخطى المليون. صحيح. نعم، بدأنا بحوالي 600,000 كما تفضلتم. نعم، ولكن يذكر عندي 600,000 بعض التقديرات، ولكن بعض الأرقام تشير إلى أنه أكثر من مليون وربع المليون، وربما هؤلاء ما نزحوا إلى الداخل اللبناني، علاوة على مليون نزحوا إلى خارج لبنان. نعم تماما، لأنه هناك موجات من النزوح بدأت في الجنوب بداية، تطورت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ووصلت اليوم إلى قرى اقليم الخروب وغيرها من البلدات وبعلبك واجزاء من البقاع، وبالتالي لبنان كله معرض، ولم تعد هناك مناطق امنه بالمعنى الكامل للكلمه. الضربات الاسرائيليه تشمل لبنان من اقصاه الى اقصاه، وقد تعرضت بعض البلدات التي من المفترض انها كانت يعني بمنأى عن الاعتداءات الإسرائيلية. الموضوع الأمني بالمعنى الداخلي لا يزال مضبوطا إلى درجة كبيرة. أولا لأن الجيش اللبناني كما كمان ذكر معالي الوزير عبد العاطي وقد ذكرتموه منذ لحظات، نعم هناك جيش لبناني كفو قادر، وهو يمسك بزمام الموضوع الأمني بأدق تفاصيله. طبعا هناك مساهمة من قوى الأمن الداخلي ومن الأمن العام وأمن الدولة ليست بقليلة، وهناك أيضا وعي مجتمعي لضرورة عدم انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي أستطيع أن أقول حتى اللحظة أن الموضوع الأمني الداخلي مضبوط بشكل شبه كامل. أما موضوع ما يتعرض له لبنان وما يتعرض له اللبنانيون، غير مضبوط. صح. ابدا اطلاقا، وهو مفتوح على كل الاحتمالات. لان رأي الاستشاري سيد زياد، هل يمكن القول بانه يعني كما حدث في حروب عربيه اسرائيليه سابقه، لا اذكر احدها على وجه التحديد لطرح الامر بشكل عام، يحدث تهجير ما داخلي لفتره لسيطره عسكريه وأمنية ما ثم العودة، هل هذا مقترح ممكن في لبنان عمليا وجغرافيا، أم أنه فوق قدرات لبنان؟ لأنه ربما في حالات نزوح حدث ضغط على بعض المؤسسات في شمال لبنان مثلا. لا ننسى أن موضوع النزوح يضاف اليوم، وعبء النزوح يضاف إلى أعباء يتحملها اللبنانيون منذ 2019. نعم. وهي ناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية الحادة التي تعرضها لها البلد.
لا ننسى أيضا أن ثمة نزوح سوري بأعداد هائلة إلى داخل تتخطى المليون ونصف مليون نازح عفوا، وكل هؤلاء نزحوا أيضا لأن عدد كبير منهم كان في الجنوب اللبناني أو في البقاع أو في أماكن أخرى. لا ننسى أيضا أن الوضع الاقتصادي في البلد في وضع فعلا صعب، وثمت صعوبة كبرى عند عدد كبير من النازحين المحليين أو الوافدين لمواكبة هذا الموضوع. الأموال في المصارف شبه تبخرت منذ 2019. من كان في منزله آمنا في الجنوب اللبناني يزرع ويستطيع أن يأكل من مزروعاته أو أن يحصل على يبيع محصوله بما يتوفر، هؤلاء أشخاص أصبحوا اليوم معدومين وليس لديهم ما يكملون به أيامهم. لذلك هناك نعم هناك مساعدات تأتي من مصر، تأتي من دول عربية عدة، تأتي من دول أوروبية، ولكن هذه كلها مساعدات ظرفية. وعمليا إذا كان ردا على سؤالكم حول ما إذا كان هذا النزوح هو مرحلي وجزء من متطلبات عسكرية، الواقع أن أرض سياسة الأرض المحروقة هي التي يتبعها الجيش الإسرائيلي. صحيح. واضح جدا من قرى الجنوب الحدودية أنها تعرضت لتدمير شبه كلي، بعض المدن دمرت كليا، بعض البلدات جزئيا، ولكن كلها فيها منازل لم تعد قابلة للاستعمال للاستخدام. وبالتالي على فرض أن الحرب انتهت اليوم، غدا سيكون هناك أزمة كبرى لدى كل هؤلاء النازحين الذين لا يستطيعون أن يعودوا إلى قراهم وبلداتهم. هؤلاء اليوم قسم كبير منهم في المدارس الرسمية اللبنانية، وبالتالي العام الدراسي لا يزال معطلا لأن هذه المدارس تستوعب، وهذا دورها وهذا حق النازحين على دولتهم، تستقبل هؤلاء النازحين. فإذا الموضوع لن يقتصر على توقف المدفع وتوقف الغارات، الموضوع لن ينتهي عند وقف إطلاق النار، الموضوع سيرمي بثقله على مدى الأشهر وربما السنوات القادمة. سيد زياد، هل لديك إحصائيات تتعلق بحالات النزوح إلى خارج لبنان وإلى أين كانت الوجهة؟ دول في أمريكا اللاتينية، دول في المحيط العربي والجوار الجغرافي، يعني ربما من باب الاسترشاد وفهم توجهات الأشقاء اللبنانيين والاطمئنان عليهم أيضا في هذه الدول التي ذهبوا إليها. ليس تمت إحصاءات رسمية وأرقام رسمية، ولكن نعلم بالتواتر وبما يتوفر من معلومات أن عدد كبير من اللبنانيين القادرين على السفر، لأن البعض غير قادر على السفر إن لأسباب مادية أو لأنه ليس لديهم أقرباء أو أي أو من يستقبلهم في عدد من البلدان. أعرف أن عددا من اللبنانيين لن أقول هاجروا إنما سافروا إلى أفريقيا حيث لديهم ربما أعمال أو أقرباء. البعض الآخر ذهب إلى العراق، البعض الآخر ذهب إلى أوروبا ممن لديهم يعني أبناء أو أقرباء في عدد من الدول الأوروبية، ولكن ليس ثمة إحصاءات واضحة. وأعتقد أن عدد الذين غادروا يبدو لي أنه أقل مما كان متوقعا، وكثر هم من يتمسكون بالبقاء في لبنان إذا كان لديهم مسكن ومأوى وإمكانيات للاستمرار في لبنان. لم أشعر أن ثمت أعداد هائلة من المغادرين إلا من فعلا لم يكن بيده سوى أن يغادر. جميل، وتعبير حضرتك اسمح لي يعني أضع تحته خطا أقل مما كان متوقعا، وهذا انكشف عن شيء فيكشف بطبيعة الحال عن ارتباط الإنسان بشكل عام بأرضه، وهذا أمر مهم وضروري وحيوي في هذا الصراع. إلى أي مدى تثمن هذه النقطة، وإلى أي مدى بترى أنه في جهود رسمية وحكومية وغير رسمية تساعد على البقاء على هذه الحالة؟ بمعنى أتساءل أيضا عن النقطة المتعلقة بالجهود الحكومية في استيعاب النازحين إلى الداخل. يعني هو في الواقع قرار فردي عند العائلات وعند الأفراد،
بالمغادرة أو بعدم المغادرة. أنا من الذين قرروا مع زوجتي ومع أولادي أن نبقى في لبنان. خيارنا ليس من باب عدم القدرة على المغادرة، ولكن من باب اعتبار أن هذه مرحلة وستمر، وأن من يقاوم هو أيضا من يبقى في عمله وفي منزله، ومن يسعى قدر ما يستطيع أن يعبر عن هذا الوضع، عن هذا التمسك بالوطن بهذه الطريقة. هذه ليست بطولة، هذه مجرد قناعة لدى كثيرين بأن الموضوع يستحق أن نتحمل قليلا لا أن نغادر فورا، مع تفهم كامل للذين يغادرون أو الذين غادروا. نعم. ولكن أيضا يجب أن لا ننسى أن اللبناني متروك لأمره، متروك لمصيره، ويشعر أن لا حماية له لا على المستوى الأمني ولا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك البعض لا يستطيع أن يستمر بما هو عليه في لبنان. أما بموضوع الإجراءات الحكومية والمساعي والمحاولات، في الواقع من السهل جدا انتقاد عمل الحكومة، هذا أسهل الأمور. ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وهذه حكومة في وضع اقتصادي مالي مأزوم منذ أكثر من 5 سنوات، سياسي صعب وسياسي رئاسي. نعم. تمام. وهذه الحكومة تحاول ما تستطيع، وأعرف تماما من متابعتي لعمل عدد من الوزراء بأن ما يقومون به هو فعلا من لحم الحي إذا صح التعبير. نعم. ويحاولون قدر الإمكان أن يقدموا ما توفر اليوم مع المساعدات التي تأتي من الأشقاء العرب ومن دول أخرى صديقة للبنان. هذا موضوع سيساعد. تنظيميا لا ننسى أن الإدارة اللبنانية هي أيضا مأزومة، لأن رواتبها ووضعها الوظيفي ليس كما يرام منذ سنوات أيضا، ولكن لا أستطيع أن أحيي هذه الجهود. رغم تواضع الإمكانيات ثمت من يحاول أن يقوم بواجباته، وإن لم تقترن دائما بالرضا الكامل من قبل النازحين ومن قبل اللبنانيين. اللبنانيون إجمالا يشعرون ويعرفون من يقوم بواجبه ومن هو متلكئ عن هذه الواجبات. نعم صحيح، وكل الأمنيات ودعوات القلبية لكم بتجاوز هذه الأزمة عما قريب. بشكرك شكر جزيل السيد زياد بارود وزير الداخلية اللبناني الأسبق. وحتى نذهب لملف آخر، نستمر في هذا الملف، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستدعي لواء إضافيا من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية. كان حزب الله اللبناني قد أعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى سقوط 55 قتيلا وإصابة أكثر من 500 من ضباط وجنود جيش الاحتلال في لبنان. تطور جديد للأوضاع في جنوب لبنان، حيث أكد حزب الله للمرة الأولى استخدام صواريخ دقيقة لاستهداف قوات الاحتلال عند الحدود في جنوب لبنان أو شمال إسرائيل. الحزب أشار إلى أن عناصره يستهدفون جيش الاحتلال في المواقع والسكنات العسكرية على طول الحدود وفي المستوطنات والمدن في الشمال باستخدام مختلف أنواع الصواريخ. حزب الله اللبناني أعلن إطلاق 15 صاروخا على حيفا وعكا، كما استهدف مستوطنة زفلون برشقة صاروخية كبيرة. وأفاد بيان لحزب الله باستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن الحزب أيضا استهداف سكنة يؤاف في الجولان السوري المحتل برشقة صاروخية. الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع إسرائيل جاءت بعد استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي يعد تطورا جوهريا في الصراع المستمر منذ أكثر من عام. في المقابل ردت القوات الإسرائيلية بغارات على قضاء صور وبنت جبيل، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي المالكية والبازورية بجنوب لبنان. الطيران الإسرائيلي شن غارات أيضا على كفر الرومان والخيام في جنوب لبنان، وشن أيضا غارتين متتاليتين على أطراف عيت الشعب وبلدة حنين، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة دبعال وأخرى على بلدة الزراريا، وذلك بتزامن مع قصف المدفعي على البلدة. وتعمل الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا على التوصل إلى تهدئة الأوضاع بين الطرفين عن طريق التفاوض وخفض التصعيد للأعمال القتالية على الحدود الجنوبية اللبنانية.
نذهب إلى الملف الثاني ونتحول إلى الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة القطاع والضفة، وكان آخرها مقتل واغتيال واستشهاد يحيى السنوار. فعلى مدار عقود نفذت إسرائيل وواجهت اتهامات بالوقوف وراء عمليات اغتيال لقيادات الحركات الفلسطينية المسلحة أو الدول المعادية لها خلال فترات زمنية مختلفة، كان آخرها كما ذكرنا مقتل واغتيال واستشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار. للحديث حول هذه الجريمة الجديدة ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الدكتور ميخائيل ماهر، أستاذ القانون الدولي. مساء الخير دكتور ميخائيل. مساء الخير، زي حضرتك. تحياتي لحضرتك دكتور ميخائيل. بداية أتساءل عن رؤيتك لجريمة اغتيال يحيى السنوار، بطبيعة الحال من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية أيضا، كيف قرأت هذه الجريمة وكيف قرأت آثارها وتأثيرها؟ طبعا هو في السياق المألوف والمعتاد من إسرائيل، لأنه سبق عمليات اغتيال من هنية الضيف العروري، فبالتالي هو سياق متوقع. ده في رؤيتي. أما من ناحية قانونية فالاغتيالات مجرمة وفق الأربع اتفاقيات الخاصة باتفاقيات جنيف، ووفقا لنظام روما المحكمة الجنائية الدولية، فالاغتيالات تشابه جرائم الحرب. أما فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل للجرائم باستمرار، كون أن الحليف الاستراتيجي بها أمريكا يحميها، لكن في النهاية هي جريمة مؤسمة بمواثيق دولية، وإن كانت لها القدرة حاليا على المراوغة والإفلات من العقاب، لكن في النهاية لن تفلت باستمرار، سيكون لها عقوبة أجلا أم عاجلا. دكتور ميخائيل، ربما في طرح سابق مع أستاذ قانون كان ضيفا كريما أيضا، أشار إلى أنه إذا عجز القانون الدولي فيمكن للقوانين المحلية أن تكون بديلا. فإذا تحدثنا مع حضرتك عن أنه إسرائيل بتتبع سياسات اغتيال ممنهجة لقادة عسكريين سواء في حماس أو في حزب الله، وتصفهم وتصمهم بالاتهامات بالإرهاب أو الجرم أو ما شابه ذلك، فهل في القانون الدولي، أتساءل بداية في هذه النقطة قبل الانتقال إلى القوانين المحلية، هل في القانون الدولي ما يسمح بالرد بالمثل اعتمادا على مبادئ العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق وما أشبه من النواحي العسكرية؟ لا، ما فيش في القانون الدولي المعاملة بالمثل، لكن في تجريم الموقف واتخاذ إجراءات للدولة التي ارتكبت هذا الفعل من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو العدل الدولية، وكلاهما عجزا عن تنفيذ أي إجراء حقيقي في مواجهة إسرائيل، ده في أرض الواقع. فبالتالي أما السؤال الخاص بالفعل مقابله رد فعل، للأسف سيقابل رد الفعل بتجريم أيضا. ننتقل إلى القوانين المحلية، وكان طرحا سابقا يحسب لصاحبه، وهو أنه إذا عجزت القوانين الدولية عن تجريم مجرمي حرب فيمكن إصدار قرارات أو أحكام قضائية في داخل بعض الدول تجرم هؤلاء وتلاحقهم قانونيا، هل يمكن ذلك دكتور ميخائيل؟ طيب، هو نظريا متاح، لكن بعد إصدار هذه المحاكم لهذه الأحكام لن يكون لها قدرة على تنفيذها. فما بالنا بأن محاكم دولية لا تستطيع تنفيذ أحكامها، فبالتالي ولكنها تمنع بعض القادة وبعض مجرم الحرب مثل نتنياهو أو غيره من السفر أو دخول دول بعينها. ربما رد نتنياهو وحكومته المتطرفة بالإعلان على عدم الرغبة، أو أن أنتوني جوتريتش يعني أمين عام منظمة الأمم المتحدة غير مرغوب في وجوده في إسرائيل، وكأنه
يعني نوع من أنواع التحدي بعدم دخولك إلى إسرائيل أو ما شابه ذلك. هل يمكن أن تصدر قرارات بمثل هذا المعنى؟ حقيقي يجوز، لأن بعض الأنظمة القضائية في بعض الدول لا تعترف بالاختصاص المكاني أو الاختصاص المحلي، فإذا إذا طرح لديها أي نزاع بتتصدى ليه وتصدر فيه أحكام، فهو نظريا متاح. نعم، أخيرا، يعني أنا بجد صعوبة في كل مرة في الحديث مع حضرتك، سامحني دكتور ميخائيل، لأنه للأسف القانون الدولي يعني غير قادر على ما يمكن فعله السياسة أو الحرب، ودائما ما نبحث عن تحقيق العدل بالقانون في حين أنه يمكن تحقيقه بالسياسة وبالحرب بوصفها أداة من أدوات تحقيق السياسة أكثر من القانون حتى اللحظة. حقيقي، أزمة غزة أثبتت للعالم أن القانون الدولي فشل في حل الأزمة، فبالتالي فشل النظام الأممي، وأثبتت حقيقة أن النظام الأممي بحاجة إلى تعديل جذري للقدرة على التصدي للأزمات. يبدو أنه في زمن سيطول حتى يتحقق ذلك، وربما عدة سنوات، على أي حال ربما ده يكون حديثنا بصورة أكبر وفي وقت آخر. بشكرك شكر جزيل دكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لك، ونستمر في هذا الملف. فلاغتيال قائد حركة حماس يحيى الصنوار تداعيات عديدة، والذي يعتبر ضربة خطيرة بالنسبة لحركة حماس من الناحيتين الرمزية والوظيفية، ربما تودي بالحركة وتؤدي بها إلى الموافقة إلى بعض المطالب الإسرائيلية أو منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نصرا رمزيا سيعتبره غطاء سياسيا لتخفيف موقفه التفاوضي. الحمد لله، السلام إبراهيم. لاغتيال يحيى الصنوار زعيم حركة حماس تداعيات عديدة، وسط دعوات متجددة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن عشرات المحتجزين منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر من عام 2023. بدأت تفاصيل اغتيال يحيى الصنوار عندما واجهت دورية روتينية للجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة 3 رجال مسلحين في أحد المباني، وقع تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتل المسلحين 3، بينما لم يوجد أي محتجزين بالمبنى رغم إعلان إسرائيل أن الصنوار كان يحيط نفسه بعدد منهم كإجراء أمني. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الدورية اشتبهت في أن أحد القتلى هو يحيى الصنوار بناء على تقييمات بصرية، وعلى الفور جرى إبلاغ القيادة ثم خضع الجثمان المشتبه فيه لتحليل، حيث أشارت الأدلة البصرية ومن بينها أسنانه وندبات في وجهه وعلامات أخرى إلى أنه الصنوار. ويبدو أن ما أجل الإعلان الرسمي بشكل فوري عن اغتيال الصنوار هو الملابسات الغريبة التي أدت إلى اغتياله خلال اشتباك عابر بمحض المصادفة، ولم يستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة. اليوم الشر تلقى ضربة شديدة، إن تصفية زعيم حركة حماس يحيى الصنوار محطة مهمة في تراجع حكم حماس بقطاع غزة، لكن الحرب بقطاع غزة لم تنتهي بعد حتى بعد تصفية الصنوار، وهي صعبة وتكلفنا ثمنا باهظا. من يلقي سلاحه ويعد رهائننا سنسمح له بمواصلة الحياة. واعتبرت إسرائيل أن الصنوار هو العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر من عام 2023 والمطلوب الأول على قائمة الاغتيالات، مؤكدة عزمها القضاء عليه، ومن ثم فإن اغتياله يعد بمثابة الإنجاز الأكثر دراماتيكية لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل والمتابعة والتعليق تنضم إلينا مباشرة من رام الله معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية دكتورة سماح أحمد. مساء الخير دكتورة سماح. مساء النور، أهلا. أهلا بك دكتورة سماح. كيف أثر مقتل يحيى الصنوار على الشارع الفلسطيني إيجابا وسلبا بعدما ارتقى شهيدا؟ يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم كافة مشاهدينكم. يعني إحنا في قطاع غزة وفي فلسطين والضفة الغربية
نعاني منذ أكثر من عام من العدوان الإسرائيلي على القطاع، قتل الأطفال، النساء، الشيوخ، وفي الضفة الغربية أيضا من اجتياحات، وهذا كله أدى إلى وضع إنساني صعب جدا في القطاع. نحن نتحدث عن مجاعة يتعرض لها خاصة شمال قطاع غزة في المرحلة الحالية، وهذا يؤثر كثيرا على الناس بشكل كبير، من اجتياحات، من نزوح كبير جدا من مناطق الشمال إلى مناطق الجنوب في وقت لا يتوفر به لا الطعام ولا الغذاء ولا الماء. نحن نتحدث عن وضع إنساني صعب، نحاول نحن بالعمل على توفير مع المؤسسات الأممية احتياجات الناس. للأسف ما يدخل القطاع من احتياجات ومساعدات إنسانية هي أعداد قليلة جدا. كما تعلمون القطاع هو أصلا يعاني من حصار منذ أكثر من 17 عاما، وبالتالي منذ بدء هذه الحرب بدأت الأمور تتدهور بشكل كبير، لأنه حجم المساعدات تدهور. كنا في بداية العدوان نقول أن الشاحنات التي كانت تصل إلى 1000 تقريبا أو أكثر في اليوم قليلة، نحن الآن نتحدث عن عدد أقل من 100 يدخل إن كان إلى شمال غزة أو إلى الجنوب. نتحدث عن كوارث لها علاقة باحتياج الناس للخيام، خاصة أن الشتاء قادم، احتياج الناس للملابس، للإيواء، وهذا كله للأسف لا يتواجد لدى الناس في قطاع غزة الذين خسروا بيوتهم وخسروا كل ما يملكون في غضون سنة واحدة، تعرضوا لعدوان فظيع. ونحن نتحدث عن النساء والأطفال والمسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، عدد الأيتام الذي نحن نتحدث عنهم، نتكلم عن 25,000 يتيم، يتزايد العدد بشكل كبير جدا ولم يتوقف. للأسف العدوان لم يتوقف حتى هذه اللحظة، والأهم هو حاجة الناس الإنسانية أهم من كل شيء. صحيح. حاجة الناس بأن نعم تفضل. صحيح. دكتورة سماح، الحقيقة أنا بحيي حضرتك على هذا الاستهلال، لأنه حياة الناس واحتياجاتهم بالتأكيد هي الأهم. ربما التاريخ سينصف ويكتب بدقة ما حدث منذ 7 أكتوبر. أتحدث مع حضرتك عن أنه بحياة السنوار بعد هنية كان الحديث عن أنه ربما التفاوض يتم بسهولة أكبر. الآن بعد اغتيال واستشهاد يحيى السنوار، استمعت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال: انتصر النور على الظلام، ومن سيلقي سلاحه سنعطيه الفرصة للحياة وما أشبه. هل يمكن القول بأنه بعد اغتيال يحيى السنوار يفترض أنه التفاوض لوقف إطلاق النار يكون أكثر إمكانية خدمة لقضايا الناس أم العكس؟ يا أخي نحن نتحدث الآن وما زال الناس يعانون. صحيح. نتحدث حتى صحيح. هذه اللحظة وما زال الناس صحيح. يعانون. صحيح. ما يهمنا هو إدخال المساعدات للناس وفتح المعابر وتوفير الحاجيات إن كانت الإنسانية أو الغذاء أو الطبية أو السماح للوفود الطبية أن تذهب وتعالج المكلول وتعالج ذوي الإعاقة. نحن نتكلم عن كارثة إنسانية، نحن نتكلم عن حاجة حقيقية. الآن ما يهم هو هذا، الأهم أن يستطيع الناس أن يتداركوا حياتهم قبل أن يأتي الشتاء. هذا ثاني شتاء يكون على أهلنا في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية الأمور تزداد سوءا، الأمور في شمال الضفة الغربية. نحن الآن في موسم قطف الزيتون، والناس لا تستطيع أن تنزل إلى أراضيها لتقطف الزيتون، وهو شيء بسيط جدا، شيء إنساني، لا 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 له علاقة بأي أمور أخرى. نحن نتحدث عن أمور أهم بكثير، لها علاقة بحياة الناس، لها علاقة بقدرة الناس على أن تستمر بحياتها، على أن تستطيع أن تحافظ على أطفالها. الأم صحيح. أصبحت لا تستطيع أن تحافظ على أطفالها، الأهالي، الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن الآن نسعى إلى إدخال
مواد للأشخاص ذوي الإعاقة. نحن نتحدث عن سنة كاملة لم يدخل كرسي متحرك، لم تدخل سماعة صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة. على من تعولون إضافة طبعا إلى كل الأمنيات بتوحيد الجبهة الداخلية في فلسطين، على من تعولون من جهور عربية ودولية أيضا ليس فقط لغزة ولكن أيضا للأوضاع المتدهورة أيضا في الضفة؟ نحن طبعا بشكل دائم ومباشر وبشكل يومي تقريبا يتم التواصل مع المؤسسات الأممية بشكل رئيسي، مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وأيضا المؤسسات الدولية غير ربحية والفلسطينية والوزارات، كلنا نسعى إلى شيء واحد وهو الشيء الأهم، وهو تعزيز الناس ليكونوا قادرين على أنهم يستمروا بحياتهم، قادرين على الصمود في ظل هذه الأوضاع الصعبة. هذا الشيء هو ما نعول عليه، نعول على أن تقوم هذه المؤسسات وبضغط من الدول كافة، الدول التي تؤمن بالحرية وتؤمن بحقوق الإنسان، أن تقوم بالضغط لتوفير احتياجات الناس. هذا هو ما نتوقعه إن كان من الأخوة والأشقاء العرب أو إن كان من الدول اللي في العالم التي تؤمن بحرية الإنسان وتؤمن بحقوقه. نحن نتكلم عن حقوق الأطفال، بدأنا الآن بدأت المدارس وأطفالنا في قطاع غزة لم يجدوا مدرسة ليستطيعوا أن يبدأوا دراستهم، ولكن وبكل التحديات نحن الآن نتكلم عن 250 ألف طفل هم على مقاعد الدراسة الأونلاين، الدراسة الدراسة الإلكترونية. نحن نتحدث عن إرادة شعب برغم كل هذه التحديات أنه يستطيع أن يكمل هذه الحياة ويتمسك بأهم شيء معروف عن الشعب الفلسطيني، وهو التعليم وهو الحفاظ على عائلته وحفاظهم على أطفالهم، لأنه هو هذا الأهم، هذا هو الاستمرار الحقيقي لحتى إنها الناس تستطيع إنها تصمد في ظل هذه الأوضاع الصعبة جدا والتي لا توجد كلمة بحق بعد كل هذه الأشهر من بوصفها وكيف يعاني الناس في قطاع غزة. دكتورة سماح، على ماذا يمكن التعويل حتى تستمر الحياة؟ وأنا بحيي حضرتك مرة ثانية على أنه هو ده الهدف الأسمى. ربما شعوب العالم مواقفها سبقت مواقف الحكومات، وربما على وجه الأخص في أوروبا وأمريكا كما تعلمين بالتأكيد، ولكن التعويل على مثل هذه المواقف قد يحتاج لوقت أطول. وحضرتك تتحدث الآن عن ضرورة فعل شيء عاجل مع قدوم الشتاء الذي بدأ هذه الأيام، لا يمكن تحمل الانتظار. على ماذا يمكن التعويل دكتورة سماح؟ يعني بحق أن الشعوب تقف معنا وتقف مع الشعب الفلسطيني وتؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن كما ذكرت الحاجة الطارئة الآن أن يتم دعم الناس، وكما قلت سابقا موضوع الشتاء القادم، يعني عندما تشتي السماء بالماء عادة نكون سعداء بهذا الشيء وهذا الموسم لأنه عبارة عن موسم خير، ولكن الحقيقة والواقع في قطاع غزة أن الناس تغرق من الشتاء. يعني شتت قبل فترة قصيرة خيم الناس عبارة عن قطع من القماش، وغرقت الناس بالرمال، مع الأخذ نظر الاعتبار أنه لا توجد شوارع ولا يوجد أماكن صلبة، كلها رمال، خاصة أنه الآن فيما يتعلق بتوفر المياه الصالحة للشرب أو نضح المياه العادمة، هذا كله يختلط مع بعضه بشكل فظيع جدا أمام الناس التي تعاني بشكل يومي. وبالتالي التضامن مهم، ونحن نقدر لكافة الشعوب وكافة شعوب العالم والشعوب العربية والشعوب التي تحب الحرية، ولكن نحن أيضا نتكلم عن حاجات طارئة وإنسانية يجب أن تلبى وبشكل سريع. اسمح لي دكتورة سماح، وقد يكون تساؤلي الأخير حسب الوقت، بالتأكيد توحيد الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني في مواجهة أزمة بيكون له دور كبير، هل تجدين أي مؤشرات على قرب حدوث ذلك في الداخل الفلسطيني؟ لأنه ربما الاحتياج ليه الآن أكثر من أي وقت مضى، ربما الاصطفاف الداخلي حول موقف وطني واحد يخفف من وطأة الأزمة ويساعد في قرب الحل، هل ترين أي مؤشرات على ذلك أو أنه حضرتك شايفة أنه ممكن السعي في هذا الاتجاه؟
الشعب الفلسطيني شعب واحد، إن كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو داخل فلسطين المحتلة أو حتى خارج فلسطين الذي يعيشون في المخيمات كافة، إن كان في لبنان والذين يعانون الآن أيضا بسبب الحرب التي يتعرض لها الدولة الشقيقة والدولة الدائمة قريبة لنا وهي لبنان والشعب اللبناني. وبالتالي نحن عندما نتكلم عن الشعب الفلسطيني نتكلم عن شعب واحد بغض النظر عن مختلف توجهاته أو مختلف إن كان حتى الأبعاد كلها، هو في النهاية شعب واحد وشعب يعاني كافة من نفس المعاناة منذ أكثر من 75 عاما. نحن نتحدث عن شعب يتعرض للقتل، يتعرض للعدوان، يتعرض للدمار والطرد من منازله وتدمير المنازل والمضايقات والسيطرة على حدوده. نحن كلنا شعب واحد نتعرض لنفس المعاناة. وفي قطاع غزة بشكل خاص نحن الآن نتكلم عن أكثر من 300 ألف عائلة هم في حالة حشاشة، أصبحوا في حالة صعبة جدا، هم بحاجة لكل مقومات الحياة. نحن هنا نتكلم عن كافة القطاع، 2 مليون وأكثر مواطن هم بحاجة للدعم وبحاجة أن يكون هناك لهم دعم إنساني، إن كان احتياجاتهم الإنسانية أو الصحية أو الغذائية أو التعليم أو المي أو المياه، كافة الاحتياجات التي نتحدث عنها. فبالتالي ما أود أن أؤكد عليه أننا سنتمكن من أن نعبر من هذه المرحلة الصعبة في حياتنا كشعب فلسطيني، وأن يكون بإذنه تعالى لنا دولة وحرية لكافة الشعب الفلسطيني بإذنه تعالى. بإذن الله. بشكرك شكر جزيل دكتورة سماح أحمد وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك، وكل الشكر لحضركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. على رأس الساعة بانوراما إخبارية شاملة، ابقوا دوما مع شاشة قناة النيل الأخبار من القاهرة. شكرا وإلى اللقاء.